فيديو ما فيهوش اي محتوى تعليمي خالص، فيديو ما فيهوش اي محتوى تعليمي خالص. لا طبعا الفيديو مش هيمشي كده. النهارده انا تميت 19 سنه. لو انت شايف اللي ما فيش اي فرق ما بين الفيديو اللي فات بتاع السنه اللي فاتت والفيديو ده فانت غلطان. تعالى معايا بقى اقول لك ايه اللي حصل في السنه دي. 20/2/2018 كان عندي على الفيس 2000 فولور بس، وكنت بقدم برنامج اسمه موتيفيشن تيك اواي. وبالمناسبه لو ما شفتش اي حلقه من موتيفيشن تيك اواي ممكن تشوفها في الاي اللي فوق هنا. ويوم 20/2 عملت فيديو عادي جدا على اليوتيوب، كنت فرحان ان انا تميت 18 سنه وعندي 2000 فولور على الفيسبوك وبعمل فيديوز وحياه جميله والحياه ربيع. وبعد الفيديو كملت سلسله موتيفيشن تيك اواي لحد ما خلصتها. بعد كده ساعدت الطلاب بتاع الثانويه العامه وعملت كذا فيديو المذاكره الفعاله وازاي تذاكر وتذاكر امتى وتذاكر ازاي. وخلصت ثانوية عامة وظهرت النتيجة وعملت فيديو عن التنسيق. وبعد ما عملت الفيديو بتاع التنسيق ده بوم 3000 فولور، 5000 فولور، 10000 فولور، 15000 فولور، ووصلنا ل 18000 فولور. ساعتها بالنسبة لي كان رقم خزعبلي 18000 فولور. ساعتها قلت لازم اغير المحتوى تماما وعملت مقدمة برنامج 1 مينيت. الحياة عاملة زي طريق، لا تقف وتستسلم وما تكملش الطريق. وكان بالنسبة لي أحسن وأقوى فيديو عندي على القناة في 2018. وفكرة أصلا أنا كنت بصور كل الفيديوز بتاعتي في الأوضة بتاعتي، فلما أنزل بقى في الشارع والعالم الخارجي وأصور ويطلع أول فيديو ليا في الشارع بالمنظر ده، فكانت بالنسبة لي حاجة بيرفكت. والبرنامج ده كله صورته بره، مفيش ولا فيديو صورته في الأوضة عندي. بس في نفس الوقت ما كنتش سايب الاوضه بتاعتي، انا كنت بظبطها للديكور عشان لما اجي تبقى بالمنظر ده. بعد ما خلصت برنامج 1 مينيت دخلت في سلسله تاني خالص اسمها قصص، وكانت بتتكلم عن قصص ومواقف حصلت للرسول صلى الله عليه وسلم. وهسيب لك برده السلسله على الاي اللي فوق هنا، ويا ريت تدخل تتفرج هتنفعك جدا. وعملت شويه فيديوهات كده صغيره، وكده تخلص 2018 وابدا 2019 بلقائي مع معتز مشعل. هو ما بيعرف شو طعم الفراوله، شو طعم الرز، شو طعم البيبسي، شو طعم الشوكولاته، هو ما بيعرف، لازم يجرب عشان يعرف. وده طبعا بالنسبه لي كانت احسن حاجه حصلت في 2019. معتز مشعل انا قابلته عملت معاه لقاء، وبعد كده عملت فيديوهين، واحد عن السعاده وازاي تبقى سعيد، والتاني عن الكسل وازاي تتخلص من الكسل. مش بقول لك فايتك كتير يا معلم وانت تقولي من 2018 ل 2019 ما حصلش اي تغيير عندك. سنه 2018 من اقوى السنين بالنسبه لي، حققت فيها حاجات ما كنتش اصلا احلم بيها في 2018، وده بصراحه خلاني اطمع في سقف طموحاتي في 2019 جدا. وبصراحه ساعات كده برضو بقعد مع نفسي بقول ليه 2019 ما تبقاش اقوى من 2018 بمراحل. واللي حصل لي في 2018 بيديني فيدباك يخليني اقوى بمليون مره في 2019 بالمحتوى اللي بقدمه. وبس كده، استنوا في 2019 فيديوهات جامده جدا على القناه، وزي ما بقول دايما.